المدينة لها مواصفات ولها نخل وتعالى. فجم قعدوا في المدينة في انتظار مين؟ في انتظار الرسول. ولذلك يقول الله تأكيدا لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل الرد معه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي إني مرسل ومن عنده علم الكتاب. لكن اللي عنده علم الكتاب ايه كان المفروض انه يشهد وكان يستفتح قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا التحويلة دي ازاي؟ كيف تنقلب عقيدة القلب الى تمرد القالب؟ عقيدة القلب انت بتقول نادي ومش قال لك ويل للناس من السلطات الزمنية. ساعة ما جه كانوا هم بقى السادة في كل حاجة في المال وفي الاقتصاد وفي العمارة وفي الحرب ومش عارف ايه وكل حاجة. فلما جه بقى سيدنا رسول الله وراح المدينة ابتدأت السيادة تتنقل فين؟ نقل عند سيدنا. فغاروا من هذه المسألة. مش كانوا هيعملوا ينصبوه ملك؟ اذا السلطة الزمنية هي اللي عملت ايه؟ ولذلك هناك حيقول اشتروا بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فإذا هيروح يصادم اليهود والنصارى صحيح برضو موجودين في الجزيرة بس ما كانوش قاعدين في ايه؟ في ياسد نصارى نجران والوفود اللي كانت. إذا لموسى وعيسى بالنسبة لأتباعهم صلة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم هم اللي موجودين فين؟ في الجزيرة. الجمهرة اليهودية في الايه؟ في المدينة والمسيحيين في نجران. إذا كان ولا بد أن يقول ذلك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. الميثاق اللي هو ايه؟ إن لما يجي لكم رسول ومش عارف لفده ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله طب ما أخذنا ميثاق؟ أم قال لك لا ده كرر أخذ الميثاق لأن فيه وصف ذات. الميثاق على إطلاقه الأول إنما قال لك ده ميثاق إيه؟ غليظ. يبقى كرر عشان مين؟ طب إيه الميثاق وإيه الميثاق الغليظ؟ إيه الفرق بين الاثنين يعني؟ أم قال لك الميثاق تعهد انهم يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا. جلظوا الميثاق ان قال لهم انا هتتبع اللي هتعملوه وهسالكم عنه. ادي جلظ الميثاق. ولذلك كلمه ميثاق غليظ دي لم ترد في القران الا مرتين. هنا وفي ايه؟ في المساله بين الرجل والمراه لما يكونوا هيفترقوا وبعدين هو عامل لها ما واتيتم احداهن ايه؟ كنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف إيه تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. في غلظ ميثاق أنت في واسك واحد تديله مالك تديله أرضك تديله مطاياك تديله مش عارف إيه إنما العرض أنت خدت عرضه ده ميثاق إيه شك. وبعد ذلك الميثاق الغليظ قال كل راع مسؤول عن رعيته. ولما وصى رسول الله بالشيئين قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. اتقوا الله في ايه؟ يبقى ده غلظ الميثاق ولا لا؟ غلظ الميثاق لأن المرأة حين قبلت أو قبل وليها أن تكون امرأة لك أذن لك في كل شيء فيها من عوراتها. فيها أكثر من كده بقى؟ ما فيش أكثر من كده. يبقى ميثاق غليظ ولا لا؟ يبقى الميثاق الغليظ هو ان يتتبع وحيتتبع في قوله سبحانه ايه ليسال الصادقين عن صدقهم. مش المساله بس عادي هنقوله كده وخلاص وتمر لا هنسالكم. واذا كان الصادق يسال فكيف يكون الكاذب؟ ده الصادق هيسال عن الصدق يبقى الكذاب يعمل ايه بقى؟ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
ليسأل الصادقين عن صدقهم. المساك الغليظ ايه يعني؟ ما تقولوش اننا هنروح كده ونعمل نعمله. لا ده احنا بعدين هنسألكم. ليسأل الصادقين عن صدقهم. هنا نقول ايه؟ كيف يسأل الصادق عن صدقه؟ طب ما دام صادق، قال لك انت فاهم ان السؤال للصادق عن صدقه دي تبكيت له، ده تبكيت لمن كذب به. هنسأله قول له بلغت ولاد الايه دول، قلت لهم يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ايه؟ ماذا اجبتم؟ كانه بيبقى تقرير لمين؟ الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ الله. اذا السؤال للصادق تبكيت وتقريع لمن كذبه، او ليسال الصادقين عن صدقهم. انتم بشرتم بان الاله واحد، فأنتم صادقون لأنكم أخذتم دي مني. ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها يحمي المؤمنين به من الكافرين به، يبقى أنتم أنا صدقت ولا صدقت؟ وجدتم إله؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجد الله عنده، ما فيش إله تاني حد. لو كان في بقى الكفر دول ولا المشركين كان يجي لهم الاله بتاعهم يقول لك حيلك انا وياه، ده بتوع ده وياه يعني دول، ما حصلش. ليسال الصادقين عن ايه؟ وبعد ذلك يقول لهم طب وانتوا قلتوا ايه؟ قلتوا ان فيه بعث. حصل البعث يا رسلي زي ما قلتم؟ يبقى هذا سؤال عن صدقه، وحصل البعث. طيب انا الطايع قصرت في ثوابه، العاصي قصرت في عقوبته، ولا صدق كلامي في كل شيء؟ الله. يبقى ليسأل الصادقين عن ايه؟ عن صدقه. اما انت اذا جه الولد ابنك وبعد ذلك تقول له واد ذاكر عشان لما تجيلك الاسئله تجاوب عليها كويس ومش عارف ايه وبتاع، ويد واد يقعد يذاكر يذاكر يذاكر، وبعدين الواد جاب الامتحان وطلعت النتيجه، قول له بقى يا عم السؤال الاولاني لما جالك عملت فيه ايه؟ قال له انت بتساله عن ايه؟ ده انت بتستعيد له امجاد وقفته لدين الحق، وتحقق دين الحق في هذه الساعه ولا مرد لها. يبقى انت بتكرمه ولا ما تكرمهمش؟ قول لي يا ولد عملت في السؤال ده لما جيت كده الجواب مش عارف ايه وبتاع. قال له يبقى انت بتساله عن ايه؟ ده انت بتساله عن توفيق الله، وما دام بتساله عن توفيق الله يبقى انت بتعمل ايه؟ ده نوع من الايه؟ من التكريم. ده يسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. كلمة أعد للكافرين عذابا أليما دليل على أن كل شيء إيه؟ معد، مش هينشئ حاجة جديدة. ولذلك أعدت للمتقين، انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان أن كل واحد في الكون من يوم آدم له مكان في الجنة وله مكان في النار. فأمكنة الجنة مستعد على أن كل الخلق يبقوا مؤمنين، يبقى عندنا أماكن لهم. وفي النار على أنهم كلهم يبقوا كافرين، من شاء فليؤمن، لأن مش هيبقى عندنا أزمة مساكن. إحنا عندنا لذي على أنكم مؤمنين جميعا موجودة، وعلى أنهم يبقوا كافرين كلهم موجودة. ولذلك لما ياخد أهل الإيمان منازلهم تبقى منازل أهل الكفر في الجنة ولا لا؟ تبقى منازل أهل، يقوم ربنا يقول للمؤمنين إيه؟ ورثوها بقى أنتم. يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم بشدة وقع التعذيب في ده الألم، ومرة يوصف بأنه عذاب مهين، ومرة يوصف بأنه عذاب عظيم. يبقى أليم ومهين. في واحد تضربه كده يتجلد ويقول لك إنما تهزأه تنتف له دقنه، يبقى ده مهين. يبقى مرة فيه عذاب يبقى إيه؟ أليم. وواحد يتجلد الألم ولا يقولش ما يجدش، يعني ما يجدش خلاص كده، تقوم يبقى دي نجيب له عذاب مهين. عذاب وتجلد ايه؟ للشامتين اريهم
أني لريب الدهر لا أتضعضع. لما دخل واحد على معاوية وهو ما بقى يعمل أنه يعني الصحة كويسة وما فيش حاجة ومش عارف إيه، فراح واحد شافه بيعمل كده قال له إيه: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفعهم. والعذاب الإيه؟ والعذاب شديد. الشديد دي من شدة المعذب، لأن المعذب مين؟ أخذ عزيز مقتدر، يبقى شديد ولا لا؟ وعذاب إيه؟ يقول لك عذاب عظيم، عذاب عظيم. من ناحية إيه؟ قال لك العظمة قد تكون في ذات الشيء، جرم كبير يعني، شيء كبير من الصغير، هذه واحد. وقد يكون صغير بس فيه صفات، صفات حسنة، يبقى عظمته من ناحية حسناته، عظمته من ناحية بقاء أثره في زمن طويل. يبقى العذاب الشيء العظيم هو إيه؟ إما أن يكون عظيما في إيه؟ في كمه، وإما في صفاته، وإما في بقائه في زمن إيه؟ متعدد. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على قوله: وتوكل. اوعى تطع الكافرين والمنافقين، وتوكل على مين؟ فأجاب له حدثة من الحوادث التي جمعت كل فلول خصومه. ما هو مرة ينتصر على قريش في بدر، مش كده؟ مرة ينتصر على اليهود في بني النضير، مرة ينتصر على بني قنيقة. أما قال لك لا، ده المرة دي مش كده، ده المرة دي حيجوا كلهم يجتمعوا مع بعض. كان بينصرهم واحدة واحدة، يعني ده قريش ده مش عارف. قال لك لا، ده هيجتمعوا مع بعض كلهم، ومع ذلك ايه؟ الجمع بتاعهم مش حي ايه؟ مش هيأثر في صدك عن دعوتك، وهتنصر بجنود لم تروها. فيقول بقى الكلمة اهي دي حيثية وتوكل: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ النعمة هي ايه؟ النعمة الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدامة. شيء يصره ويبصرك وتقول يا ريته إيه. ولا يوجد هذا إلا في الإيمان. ليه؟ أم قال لك لأن استدامته تعدد زمن الدنيا إلى زمن آخر لا ينتهي. وأيضا النعمة فيه، أنت في النعمة تأخذها بأسباب الله المخلوقة لك، فتأخذها على قدر استمساكك بالأسباب، ولكنك في الآخرة تأخذ النعمة على قدر الحق المنعم مش بالأسباب. يبقى دي نعمة النعم ولا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.